أما هلأ أكيد عفاف رح ننتقل لفقرة جدا مميزة مع ضيوف، لنقول لهم أهلا وسهلا ضيوف من العراق الشقيق يلي أكيد كان عندهم فكرة مميزة كتير تأدت على مسرح القباني في دمشق. رح نحكي عن العرض يلي أدته أكيد الفنانة المسرحية السورية إيمان عمر من تأليف وإخراج الدكتور حسين علي هار، فهو الأول من نوعه في مجال مونودراما الدمى. لنحكي أكيد عن هذا العرض وشو اللي بيميزه عن باقي عروض الدمى. معنا الفنانة المسرحية السورية إيمان عمر والدكتور حسين علي هارف كاتب ومخرج العمل. أهلا وسهلا فيكم والحمد لله على السلامة. أهلا وسهلا يا مرحبا، يسعد صباحكم. وأهلا وسهلا، صباح الخير عليكم وعلى مشاهدي فضائية الأخبار. يعني عاملين اليوم هيك كوكتيل كتير حلو، إخراج عراقي مع تمثيل سوري وأيضا كتابة حضرتك. نعم، والموسيقى العمل. أيضا لفنان سوري إيهاب بلادني، أكيد بدنا نوجه له تحية. خلينا نحكي عن هذا النوع الأول يمكن من مونودراما الدمى، يمكن هذا شيء كتير مميز. كيف زبط معكم؟ كيف تم التحضير له؟ خلينا نوجه السؤال لحضرتك أول شيء أستاذ، كيف بدأت الفكرة؟ طبعا أنا فنان عراقي كاتب ومخرج مختص بتخصص المونودراما، يعني ربما بعض المشاهدين لا يعرفون المونودراما فن له خصوصية، هو المسرحية بالممثل الواحد يعني، وهذا فن صعب يعني، وأيضا مختص في ما نسمى بمسرح الدمى اللي هو العرائس اللي عندكم بالتسمية. ففي هذه التجربة فكرت أن أزاوج بين التخصصين بين المجالين، أنه كيف ممكن أن تكون المونودراما بدل أن تقدم من خلال أو من قبل ممثل أو ممثلة مباشر، لا تكون الدمية هي البطلة، هي المونودراما يعني. وبالمناسبة الفكرة تولدت في سوريا، يعني كنت مع الزميلة إيمان في إحدى الزيارات أعتقد قبل كورونا بال 2019، كنا راكبين بالسيارة رايحين مشوار يعني، فأنا قلت له أنا بحلم أني أنا أقدم مونودراما دمى. حلو حلو. بس للكبار مو للأطفال يعني، مونودراما للأطفال تختلف عن للمونودراما للكبار. فبعد فترة وجيزة بيقول لي هذا النص، راحت للبيت يعني جهز النص. فكرة أنه الدمية مرمية مع الدمى في مخزن الدمى، تعاد إلى الحياة في ظرف ما فينبض قلبها، تشعر أنه هي تحولت إلى كائنها وتبدأ تبوح لنا بمشاعرها، نكتشف أنها تحب محركها اللاعب اللي يحركها، خلقت صراعات داخلية من أجل إيصال رسالة معينة. العمل يعني ربما يكون جريء في إدانته لأن الإنسان ابتعد عن إنسانيته، والكلام هذا سيكون أو الإدانة هذه ستكون على الإنسان دمية صلدة، دمية كائن غير حي في يوم ما تعود متحركة وتصدم بالإنسانية، فتقرر أن تنسحب من هذا العالم بعد أن تقول لهم أنه أنتم دمى جاحدة وعليكم أن تعودوا إلى إنسانيتكم. طبعا العمل هو للكبار، يعني ربما كثير من الجمهور يظن أن عنوان قلب الدمية أنه هو للأطفال، لا، هو أعمال الدمى ليست حكرا على الصغار يعني، مثل الانيميشن، هناك انيميشن بس عفوا دكتور، لما نحن بنتوجه للاطفال بفكره بسيطه يمكن بنقدر نوصل لعدد كبير بصوت معين، ممكن نحن نقدر نغيره من حوار لحوار، لكن لما بنتوجه لكبار بفكره كبيره هالقد عندما يتجرد الانسان من انسانيته قد اليوم، نحن عندنا يمكن صعوبه او لازم نحن نشتغل اكثر يمكن بمرات من لما بيكون الجمهور يلي عم نتوجه له هن اطفال لحتى نقدر نحن نوصل الهدف والرساله بدميه. خلينا نقول انا بالنسبه لي كفنان يعني اعمل بالمسرح منذ 45 عام، اجد ان الطفل هو المتلقي الاصعب. يعني انا اكتب للاطفال واخرج للاطفال وايضا اعمالي للكبار مثل هذا قلبي، لكن عندما اقرر ان أكتب مسرحية أطفال أو مسرحية دمى موجهة للأطفال، يعني أكون حذر جدا في دراسة سيكولوجية الفئة العمرية. يعني لما أكتب الأطفال، إحنا ما عدنا للأطفال إنه نقول للأطفال وخلاص، لا، للأطفال من 6 إلى 9 أو من 9 إلى 12 سنة، أو يعني تحديد الفئة العمرية، لأنه داخل شريحة الأطفال فئات عمرية أكيد. كل وحدة لها مستوى إدراكي معين، لها سيكولوجية خاصة، لها يعني أشياء محببة أشياء لا يحبها.
فضروري جدا انه من يكتب للاطفال، من يخرج عملا للاطفال، يكون ليس مجرد فنان بل يكون عالم نفس، يعني يدرس خصوصية المتلقي. الطفل المتلقي خطير، يعني الكبير ممكن يتحمل ولنهاية العرض إذا ما عجبه، لكن الطفل مجرد ما يعجبه العرض ممكن يغادرك، بدل عنده الفضول والتشويق أو يعمل فوضى، يسأل كثير، لأنه الطفل عنده فضول فظيع جواته أنه في شغلات ما بيفهمها أو بيفهمها وبده يستفسر عنك أنه أنتوا ليش عملتوا هيك. هلأ أحيانا إحنا بعالم الدمى في شيء متاح أوسع من العالم الخاص الثاني، دمية ممكن تكبري أنفها، ممكن تكبري عيونها، فالطفل بيستغرب أنه ليش عيونها هالقد كبار، طب نحن عيوننا مو هالقد كبار، ليش الأنف كبير؟ فأنت هذا السؤال بدك توجهي لطفل، أنه بدك تجاوبي أنه لا، الدمية متاحة كيف ما كانت كبيرة، في أوفر بالعيون. إيماننا ذكرتي أول شيء أنه أنت كنت بتحبي، أنت اللي ممكن طرحتي الفكرة بتحبي أنك تعملي هذا الشيء أو عم تحلمي فيه، من وين إجت الفكرة أو خلقت معك لحتى أنت تحلمي أو تحبي تعملي هذا الشيء؟ يعني شيء غريب. هلأ أنا بمسرح الدمى من سنة 2000 طبعا شغل التحريك وتصنيع وأداء صوتي، بس يعني هاي الحالة بعد 15 أو 16 سنة تولدت جواتي أنه ليش ما نحن نقدم هذا الشيء لعنا هون بالوطن العربي، مو بس بسوريا. يعني نحن هذا العرض عرضناه بالعراق وعرضناه بالشارقة وعرضناه، جينا نعرضه بسوريا لحتى كمان نشوف يشوفوا التجربة أهلنا بسوريا. نعرض بسوريا؟ طبعا أنا مقيمة بسوريا مو مقيمة بالعراق. نعرض بسوريا العمال؟ نعرض امبارح كان آخر يوم، نعرض خميس وجمعة والسبت، كان جمهور رائع. يعني أنا الجمهور السوري حتى في البارحة العرض الأخير بعد ما انتهى العرض وشفت حفاوة الجمهور بين لما حية، فخذت سيلفي مع الجمهور. يعني كنتم تسمحوا لي أخذ سيلفي معكم، لأن هذه ذكرى لجمهور جميل جدا. هذه ردة الفعل بتشجع على إنتاجات جديدة، على أفكار تكون جديدة دائما. يمكن الجمهور هو اللي بيقول لك خلينا نكفي، والجمهور وردة فعله بيقول لك انت ما نجحت هون، فلما بيكون الجمهور كتير كبير. قد اليوم عندك افكار جديده يمكن تنطرح سواء للكبار او حتى للصغار؟ يعني هو انا اعتقد انه كفنان مسرحي ان المسرح مغامره مستمره وتجريب، لدينا شيء بالمسرح انه يجب ان تجرب، يعني لان المسرح باتجاهات ومدارس، هناك مسرح كوميدي، مسرح تاريخي، مسرح استعراضي، مسرح تجريب، لكن انت يجب ان كفنان أن تدرس ما هي احتياجات الجمهور، أن تأتي بتجربة جديدة على مستوى الشكل أو المضمون. يعني أنا قدمت أعمال كثيرة بالدمى للأطفال، ولكن قلت يعني يجب أن أقدم دمية غريبة، دمية أو بإطار حكائي أو ما نسميه إحنا بالحدوتة أو الحبكة، غريبة جدا، فأقرب إلى الفانتازية مع أنها للكبار. ففكرت في دمية تبعث بها الحياة، هذا فانتازية بالله، لكن هذه الفرضية المسرحية أردت من خلالها نوصل رسالة. أنا إحنا نعيش الآن في عالم مضطرب، يعني إحنا عفوا، يعني البعض يرى أننا على وشك حرب عالمية ثالثة فيما لو هذه الأزمات الدولية الآن بما يحدث في المنطقة وهذا الاحتدام السياسي. فإذا الإنسانية بدأت تبتعد عن جوهرها، عن القلب الرحيم اللي زرع له، لهذا أنا أسميته قلب الدمية. الدمية ليس لها قلب، يعني فالقصد أنه المسرح يبحث عن ما هو جديد، ما هو مبتكر. إذا أردت أن تكون في المسرح مؤثرا ناجحا، تنجح في كسب انتباه الجمهور وتشوقهم، عليك أن تبتكر شيء غير مألوف، وإلا ذا العروض المألوفة كثير من المسرح. فينا نبتكر بغير الأفكار، لأنه نحن تعودنا مثل ما منقول على مسرح الدمى، ممكن لما كنا أطفال دمية وخيوط وشخص يلعب بهي الدمية، لما نحن نطور أفكارنا ممكن نطور حتى بحوار الدمى، ممكن نطور حتى بشكل الدمية. برأيك التطور لازم يكون شامل لكل هذا الفن، وهذا السؤال كمان للفنان لحضرتك وللفنانة، ممكن يكون هذا التطور شامل أو بس بالأفكار؟ طبعا لا هو على التجريف على مستوى المضمون، الفكرة كما طرحتها، وعلى مستوى الشكل الفني. يعني المسرح، مخرج ألماني اسمه بريشت جاء
أعطاه شكل جديد للمسرح، قال المسرح العرض المسرح لا يحتاج ديكور وإضاءة، الممثل هو الذي يصنع الأشياء على المسرح، يعني جاب بفكرة جديدة. فالمسرح شكله مضمون، الشكل ما يتعلق بكل التقنيات، الضوء، الزي، اللون، كذا، والمضمون الأفكار والمضامين اللي أنت تطرحها. فالمسرحي يبدأ بالتجريب ربما من المضمون، من النص. أنا من النوع اللي أنا أكتب نصوصي، يعني أنا عندما لا أجد نصا يستهويني أو يكشف عن أو يعطيني فرصة أن أعبر عن أشياء أريد إيصالها إلى جمهوري، سواء كان بالعراق أو الجمهوري في مهرجان أشترك، فلا أقوم أنا بكتابة هذا. يعني عم تحكي حضرتك عن المسرحي، الإنسان المسرحي أو الممثل المسرحي بيضل عنده شغف وحبه للمسرح لا يضاهي حب أي شيء تاني. أنا كتير حاسة بكلامك، لأنه أنا أول ما كنت ممثلة مسرح. تستاهل ممثلة. المسرح، الوقفة على المسرح، حب المسرح، هذا الشيء حتى شغف ما بيوقف. ممكن شخص هون ما بيحلم أنه أنا أروح على الكاميرا أو على شاشة التلفزيون، خلص أنا هون المسرح مع طموحه بيكون أفكار جديدة وتقديم أشياء جديدة. يعني كمان حضرتك أستاذ كاتب ومخرج، الأعمال يلي أنت بتعملها وين بتشوف مستقبل مسرح الدمى؟ لوين بتشوفه متجه؟ لأي ناحية؟ وشو الصعوبات يلي ممكن يواجهها اليوم هذا التطوير؟ هو المسرح بشكل عام، ليس فقط مسرح، المسرح بشكل عام لا ولن يفقد أهميته. ربما البعض يقول أن هناك الآن ظهرت بعض ظهور السينما والتكنولوجيا والفيسبوك وهذه الالكترونيات، انه المسرح راح يفقد. لا، لانه المسرح ذي خاصيه لا تمتلك كل الوسائط الاخرى، هي اللحظه الحيه المباشره. صحيح. لحظه فتح الستار انت كمتلقي، يا الله لما تقابل يعني 5000 شخص قدامك وانت دهشه كامل حواسك معه، حتى المتلقي يشعر، يعني مثل ما انت تسمعين مطرب على خشبة المسرح غير ما أنت تطلعيه باليوتيوب وتسمعي. شوف المتعة التي تستمعين به إلى مطربك المفضل أو إلى مطربة وهو أمامك لا يمكن أن يعوضها تسجيل صوتي. حتى الموسيقى، لو تسنى أنه تستضيفون موسيقى ويعزف والمشاهد يرى، سيسمع الأصوات ويتفاعل مع غير ما الموسيقي أمامه. طبعا صحيح. ويسمع الموسيقى خالصة دون وسيط إلى الأذن. هذا سر سحر المسرح وديمومته. ومسرح الدمى كصنف من أصناف المسرح أيضا الطفل يتفاعل، الطفل التطور لوين ممكن يوصل بمسرح الدمى أستاذ؟ تطور مسرحة الدمى بالتطور كتير واسع، لأنه إحنا عنا كل سنة أو كل فترة وجيزة بيخلق شخص جديد، بيخلق معه حالة جديدة. بغض النظر عن الشخصية، عنا التحريك، عنا نوعية الدمى، يعني هلأ هاي النوعية اللي إحنا اشتغلنا فيها بعرض قلب الدمية كانت بمنطقة بفرنسا تساوت، وعنا كمان رجعت تساوت بنفس الطريقة عنا بسوريا وتساوت بمصر، وعنا كمان هون عم يتحدث أكثر. يعني إحنا ما ضلينا بمكان الواحد، فإحنا بتطور حتى بشكل الدمى وبتصنيعه وبحركته. مو كل الدمى بيتحركوا بنفس الطريقة، عندك أنواع للدمى، يعني الدمى ما بتكون بإطار بحلقة واحدة، لا، نحن حلقتنا مفتوحة، يعني ما في عنا محدودية لعمل الدمية، لا بالشكل ولا بالمضمون ولا بالحركة، حتى بالأداء الصوتي فيك أنت تغيري بطبقات صوتك لحتى توصلي للطفل، لأنه كل عرض له خاصية. شو أصعب موقف مر عليك إيمان؟ أصعب دقيقة كنت أوقع أول يوم عرض عنا، حدا محرك السرير وشايل الدواليب، مو في لهم قفل، شايل قفل الدواليب، وقت ما طلعت انا على السرير زحف اثناء العرض، فالسرير تحرك، يعني كان ممكن انا يصير مطاف، فانه دركت الموضوع وصرت انزل شوي على فستان الدميه بالكندره من تحت. يعني هلا يمكن احنا عم نحكي نضحك عن هذا الموقف، بس اليوم يمكن كثير شغلات بسيطه ممكن تصير معنا تلبك الفنان. هون تدخل سرعه بديهته ومدى خبره الفنان. لا الحمد لله مرقت، وثاني يوم علق الستاند بخيط الدميه،
كيف رجعت وانا عم على اساس اني عم برقص وكذا شلته وضليتني ماشيه. هذا الفنان لازم يكون يمتلك المهاره الكامله على الارتجال. هاي يعني ليش رح نقول فنان يعني مش اي كلام يعني. ارتجال، حسن التصرف، تكيف مع الحالات الطارئه تمام. اللي تحدث حسيته حتى في التلفزيون نشوف في اللقاءات نوبات يحدث طارئ في الاستوديو تماما يعني هذا شيء اكيد بصير. اي فلازم الشخص اللي متواجد يكون عنده القدره والمرونه على ان يصحح الامور ويعيدها الى نصابها. الصعوبات اللي تكلمنا عنها احنا فنانين اللي نشمل مع الاطفال والدماء، ولا اقول في العراق حسب يعني انا اكاد اجزم انه عربيا لا نلقى الدعم الحقيقي الكافي لانه ليس هناك ايمان حقيقي بمشروع ثقافه الطفل على المستوى العربي حقيقه صحيح. يعني لانه كل ما ينتج للاطفال يحتاج الى تكلفه انتاجيه. انت عندما تطلعين كتاب للاطفال تكلفته اضعاف 5 أو 4 عن كتاب للكبار، لان كتاب الكبار لا يحتاج طبعا. الطفل يحتاج الالوان، الدهشه، الورق الخاص. فدائما المسرحيه الاطفال، اغنيه الاطفال، كل مجله للاطفال، دائما ما ينتج للاطفال تكلفته عاليه جدا. هذا يتطلب انه احنا اللي نشتغل في هذا المجال نحتاج الميزانيات الكافية. أكيد لكن بالحقيقة الأخبارية كمان منبر الأخبارية نحن بنوجه صوتنا لكل القيمين وكل حدا يمكن قادر يدعم هذا النوع من الفنون يلي هو شغف حقيقي عند الأطفال. يمكن ما شفنا طفل كان عنده مشاهدة لو وحدة لدمى الأطفال ما تعلق فيها وتذكرها حتى لو وقت طويل. فنحن نتمنى الدعم أكيد لهذا النوع. بدي أرجع لك الأستاذة إيمان اليوم بعد هي التجربة اللي هي كانت يمكن حلم وصارت حقيقة، قديش بتشوفي اليوم انه الجمهور عنده شغف لهذا الشغل؟ وكفنانه كيف تقدري تطوري ادواتك لنواكب تطور هذا النوع من الفنون؟ هلا شغف المشاهد انه عم شوف شيء جديد. طبعا انت كل ما بتقدمي شيء جديد وبيطلع القيمه تبعه كثير منيحه فانت بصير عندك مسؤوليه اكبر انك انت بدك تقدمي شيء جديد واحلى وافضل من اللي قدمتيه سابقا. هلا التطور لقدام انه يتطور عنا النص لحتى انا اقدر اقدم شيء متطور بالنسبه للطفل وبالنسبه للكبار. يعني انا قبل ما شوف الدكتور حسين كثير حاكيه مع اشخاص فانا بفكروا انه هذا الشيء بده يتوجه للطفل. يعني انا اخرجت عرض للدكتور محمد قارصلي بسنه 2019 2020، كان العرض عم يحكي عن حصات الصبر، كمان عن صبر طفله عانت وهي القصص بنفس التكنيك اللي انا اشتغلت فيه. هلا هذا النص كان لليافعين وللأطفال، بس اللي لفت النظر انه هاي اول مره بنعمل عرض كامل من نوع هاي الدمى. اختلف عليك الاداء بين اليافعين واليوم بين توجه الجمهور الكبار طبعاً. كاداء طبعا اداء الطفل انت عم تعطي كاركتر، اما اداء للكبار عم تعطي بصوتك، عم تعطي بحالك بشخصيتك. يعني انا حسيت شخصيتي هي اللي عم تحكي، يعني الصوت مش الدميه بس، هي حتى انا سجلت الصوت وانا صنعت الدميه وانا عم حرك حتى ملابسها انا خيطتها بنفس يعني الوقت. هو الفنان كمان بنفس الوقت محارب بده يحارب كثير صعوبات وبده يواجه كثير تحديات. واكيد ده مناسبة تحديات العمل هذا كان تدريباتها ايام كورونا انا وايمان اونلاين انا في بغداد وهي في دمشق. يعني لفترة طويلة كنا نعملها أونلاين وتمثل وأنطيها الملاحظة ومخرج وممثلة وهو كل من في مدينته إلى أن وصلنا إلى انضاج الأداء. قلت لها طيب سجلي الآن في دمشق سجلي الصوت، وكلفنا محمد إيهاب المرادني في وضع المؤثرات والألحان وكان من أروع ما يكون لأنه هو أعجب بالنص. قال لي أنا النص حبيته وأثارني وقدم موسيقى كانت جزء مهم من نجاح العمل. كثير ناس وقفت مشاريع او وقفت حياتها نوعا ما بسنه الكورونا 2020 فعن جد شكر كثير كبير لجهودكم والله يعطيكم الف عافيه وان شاء الله بالنجاح والتوفيق. وجبناها لبغداد تدريبات في بغداد اسبوع مناسبة استضافناها في بيتي مع بناتي وعملنا تدريبات في الصاله يعني بالبيت قبل عودتها.
يعني صار العمل وكأنه مراحل استثمرنا بها كل الظروف. قطعنا وقت منيح حتى يطلع هذا العرض. بالنسبة إنه يطلع هذا العرض مميز عن كل العروض المونودراما الموجودة. إن شاء الله المزيد من التميز والازدهار، ونورتوا صباحنا، أهلا وسهلا فيكم. شكرا لكم. أكيد شكرا لكم، وتحية كبيرة لكل أهلنا بالعراق كمان، ومتمنين إن شاء الله لقدام نشوفكم بأعمال ثانية. كل التوفيق. إن شاء الله إن شاء الله. سوريا في القلب وقريبة من القلب. شكرا لك. شكرا لكم. أهلا وسهلا.